شبكك عبدو؟ شو في؟ اكيد رجال حارة الماوي هاجمين علينا. روح اجمعلي رجال حارتنا على السريع. امرك عقيد. ركض. مثل ما فهمتي لو بتطبق السما على الارض ما بتعدي برات البيت. عمرك قلت لي عمرك ان شاء الله في بركه الحرب. دقري الباب. الله يستر يا رب. الله يستر. لك وينهم؟ وين القتالين الاولاد الصغار؟ وينهم؟ لك وينهم الجبنه؟ وينهم؟ خليهم يطلعوا يواجهوا العقيده بعرب. وين الرجال اللي عمكم بالحاره؟ ابعثوا لي اتخن واحد فيكم. نحن رجال الحاره ولا؟ جاي تساوي هون بعرب؟ جايين نملس رقابكن واحد واحد. عدل كلامك محفظ لسانك ابو عرب احسن لك. هاي الرقبه ما بيشيلها الا اللي حطه ولا؟ ابو عرب استهدي بالله احسن لك. والله واللي اسمه الله ما بنطلع من هاي الحاره غير ما اخذ بتارو 10 رجال منكم. تار شو اللي بدك تاخذه من حارتنا يا بضاي؟ تار الولد اللي قتلتوه يا جبنا. نحن ما قتلنا حدا. الفرنساوي كان لاحق واحد ثورجي وطلعت فشكه وقتلت الولد. بلا حاربكم يلي قتلتوه. والحارة اللي ما بتحمي زوارها أولى حرقها هي ورجالها. لهون وبس وشكلين ما بحكي. هن كلمتين. يا أما بتطلعوا من حارتنا بكرامتكم يا أما منطالعكم محملين. هات ما بيرجع لحتى تعلم عليك وعلى حارتك. ما عاش اللي بده يعلم علي وعلى حارتي. ورجينا مراجلك لشو. بس انت جبرتني. خد رجالك واطلع من حارتي احسن ما كمل عليك. اطلع. ليش يروحوا لحارة الضبع؟ انا ما قلت له انه حارة الضبع ما دخلها بقتل ابن بنتي عربي. صهرك ابو عرب هو اللي قام بكره الامه وجنن اهل الحاره معه. ليش يروح؟ انا فهمته حارة الضبع ما دخلها. ابنه يلي مقتول مختار. حارة الضبع ما دخلها. هيك احسن ياكلوا قتله ويرجعوا مكسورين الراس من عندهم. عذروا مختار مشان الله عذروا. فور الدم. فور الدم واكلوا قتلي. انا جده للولد وما حرك الساكن لاني بعرف انه حاره الضبع ما دخلها. والواجب عواض ما يقاتلوا حاره الضبع يروحوا يقاتلوا الفرنساوي. يا رب يا رب يا رب يا رب حدا يطمني على ابن عمي وابي. يا رب تسلم يا رب. يعني انقضت هيك وما راح قتلها بيناتهم. لا حول ولا قوة الا بالله. بس العقيد ابو عرب مو ساكت بنوب، بنوب مو ساكت، وراح يفوت عليهم فوتة طالع الخمير والفطيم من حارتهم. ايه ما راح يطلع معه شيء. شلون يعني ما راح يطلع معه شيء؟ قصدي لازم يحسبها منيح المرة الجاي. وانت ليش ما رحت مع رجال ابو عرب على حارة الضباع؟ اه؟ اخي انا ما بحب الخناية، ما بحب لا اضرب حدا ولا حدا يضربني. بعدين روحت ابو عرب على حارة الضبع كلها غلط وبغلط، ليش لحتى اروح معه؟ اشهد بالله اني زعلت عليك يا ابو عرب. زعلت عليك كثير يا رجال. وما كنت رايد اني ارفع سلاحي بوشه. بس القتله بيستاهلوها عقيد وبدهم اكثر من هيك. لا يا بشير لا. نحن ما بدنا نزيد الاساسة، الرجال مقتول ابنه والنار شاعلة بقلبه. الله يصبره على بلواه جاه النبي. امين يا رب، والله نحن يا ابو شهاب كمان ما حدا بيناتنا كان ناوي يجرحهم، ولا بدنا تصير مشاكل بيننا وبين حارة الماوي يا اخي.
يلي صار فهموه غلط. نحن ما دخلنا بقتل الولا. بس هاللي بيعتدي على حارتنا ما رح نسكت له ابدا. بدنا ندافع عن حالنا عقيد. يعني ما رح تروحوا تعزوه؟ شو رايك عم ابحاتي؟ بنروح. والله يا صهري هو الواجب فوق الشيء. بس فوتة الجماعة علينا ما بتنبي انه مهيئين للصلح. ويمكن روحتنا على العزاء تأجج النار أكتر وأكتر. بنأجلها كم يوم أحسن، بس تهدى النفوس بحل ألف حلال. معناتها سيدنا الشيخ عبد العليم بروح نيابة عنا وبيشرح لأبو صياح وضعنا. أنا حاضر يا أخوان، ومن هلا يا أبو شهاب. بيصير يا صهري، أهالي حارة الضبع ما دخلهم بقتل عربي، ليش تروح لعندهم؟ شلون ما دخلهم؟ شلون ما دخلهم يا عمي؟ شو قلهم بيقتلوه؟ قلهم بيقتلوه، هن اللي قتلوه، أنا متأكد من هذا الشيء. ودم ابني عربي ما راح له هدر، بدي أخذ بدله 10 رجال وأولهم عقيد حارة الضبع أبو شهاب. شلون يعني شلون؟ شلون قتلوه يا صهري؟ فهمني شلون؟ ابني ما مات من رصاص البواريك الفرنساوية. لك مين قتلوه؟ ابني متصاوب بكذا طلقة، والطلقات اللي صايبته من فرد ألماني مو من بارودة فرنساوية. شو عم تحكي أنت يا صهري؟ مثل ما عم قلها هيك قالوا لي بالمستشفى، الفرنساوي ما دخلهم بقتلوا. شلون ما دخلهم؟ يعني معقول يكون الثورجي اللي مات هو اللي قتل عربي؟ لا مو معقول الثورجي يقتل عربي، دوبه يجيب حاله قدام الدرك. ما عم بفهم عليك، فهمني. هدول رجال الطبع كانوا بدهم يساعدوا الثورجي، بس ما صابوا ولا واحد من الفرنساويه، كان الهدف ابني، ايه هن اللي قتلوه. هلا انت خارط مشتك هالحكي؟ ايه خارط مشتي، وتاري بدي اخذه مالي ساكت عليه لو بدها تروح هي الرقبه. ودم عربي بدي بداله 10 رجال من حارة الضبع، ويا دوبون ها يا دوبون يروا غليلي ويشفوا لي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. قلت لك عايز كتب عرب اخي. حتى لو ما سكت بدنا نعزله. الرجال دمه فاير، ابنه مقتول وضايع غريمه، ما راح نأذيه. وبركي فات على حارتنا مرة تانية. إذا فات على حارتنا مرة تانية ساعتها لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إذا عملها وفات على حارتنا مرة تانية لازم ما نطالعه عايش، لا هو ولا رجاله. الضنا غالي يا أبو قاسي، يلي قتل ابنه، ابنه من لحمه ودمه يا شيخ. وهو ما يفتش على اللي قتل له ابنه؟ مرحبا أبو شهاب. هلين نوري. شرف معي، أبو جودة بده ياخذ المخفر هلأ هلأ. من شان شو؟ قال هنيك بتعرف. قلت لي يروح لاحق. بس الله يخليك لا تطول، ابو جودك مستعجل يشوفك. خاطرك شو بده منك كمان هذا ابو بطيخ؟ ما حلك تعرفه يعني لابو جودك؟ بده ديباجي بس يمسكها علينا، اكيد مشان خناقتنا مع حارة الماوي. طلع الولد المقتول ابن العقيد ابو عراب. ايه والله عقيد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على الشغله. بس اكلوا اكل من حاله الضبع حشك ولبك، وصار دم بين ابو عراب ابو شهاب. ايه والله يا عقيد، ولولا الطاف الله لكان ابو عراب راح فيها. لك والله ابو عراب ماله قليل، شلون صار هيك؟ ايه والله ماله قليل عقيد، ولو مو ابو شهاب قده وقدود لكان راح بشبريه من ابو عراب متشربت المي. قلتك ابو عراب راح يسكت على القتله اللي اكلها هو ورجاله؟ شو يسكت له؟ لك انتوا لسه ما بتعرفوا ابو عرب بين رجال بضايات. اهلين يا ابو شهاب. ميت اهلي. تفضل. خير. تعرف ليش انا جبتك لعندي لهون على المغفر يا ابو شهاب؟ من شان خناقتنا مع حارة الماوي. مو من شان هيك. لكن من شان شو؟ من بعد التحقيق وتشريح جثة الولد يلي انقتل بحارتكم تبين انه ما انقتل بسلاح فرنسي. لكن شلون مات؟ انقتل بسلاح الماني يا ابو شهاب. والداخليه قايمه قاعده بدهم يعرفوا شلون دخل السلاح على حارتكم، ومطلوب مني تقرير كامل بعد تفتيش كل البيوت بالحاره. او بدك تسلمني السلاح اللي بحارتك يا ابو شهاب. انو سلاح اللي بدي سلمك يا ابو جوده؟ انو سلاح يلي نقتل فيه الولد. ومين قال لك انه نحن عنا سلاح؟ هاي الحارة قدامك، روح فتش، ولما بتلاقي سلاح خده هو صاحبه. والمعنى
كلام اللي تفضلت فيه ما خرط مشتي منه، وسلاح اللي نقتل فيه الولد سلاح فرنساوي، ونحن بالحارة ما عنا سلاح. أنا راح فتش الحارة بيت بيت يا أبو شهاب. لا تخلي لا حرفاي ولا طرفاي ما تفتش فيها. أما شيت إنه تقلي إنه نحن اللي قتلنا الولد، هي ما راح صايرك فيها بنوب أبو جودة. بس أنا عندي تقرير يا أبو شهاب. هذا التقرير كله ديباجة فرنساوية سووا لحتى يبروا حالهم من دم الولد ويرموا العرب عربين ويخلونا نتخانق مع أهل حارته. شو معناته الحكي؟ معناته إنه هذا التقرير كله باطل بباطل، وهي الحارة قدامه. سلام. حتز.